لماذا قد يهتم تريندينج بما تنشره كيم كارداشيان من صور وفيديوهات على حساباتها في مواقع التواصل؟ ببساطة لأن عدد متابعيها على إنستغرام فقط، إنستغرام 156 مليون متابع. بعبارة أوضح، يعني أكثر بعشرة ملايين من عدد سكان روسيا الاتحادية، التي هي من حيث المساحة أكبر دولة في الكرة الأرضية. لحظة، هذا على إنستغرام فقط، أما باقي المنصات احسبوها أنتم، اكتبوها في التعليقات. في الإنستغرام تعرض لمتابعيها منتجاتها من الألبسة الداخلية التي اخترعتها وغيرت اسمها مؤخرا، أضف عليها المفروشات، المزروعات، المجوهرات، العطورات، المكياجات، السيارات والطيارات والنظارات. وبما أننا نحب الشهرة ونحب المشاهير، أصبحت والشهرة بحد ذاتها أصبحت فضيلة، فنود أن نعرف أكثر وأكثر عن حياة المشاهير والأثرياء. كيم لا تبخل على جمهورها بشيء، حتى أنها أرتهم محتويات ثلاجتها. انظروا إليها. Walk in refrigerator where we keep all of our fresh organic produce. We are building on the property all organic trees to grow our own vegetables and do all our own stuff. So this, all of our meals, you guys know I eat plant-based now. So all of our stuff is in here. So it did look like an empty refrigerator that I took the photo in front of, I have to admit. But this is our big main refrigerator, guys. هذا البراد بحجم غرفة نوم، بحجم مكتب، أكبر من استوديو راديو بي بي سي هنا. لنرى ماذا به. انظروا ماذا به. كله يعني كله حشائش، مليء بالحشائش. هذه هي. أيضا هذا طبعا ليس البراد الوحيد، هناك براد آخر، وهذا هو بالنسبة لهذا البراد، مليء بالمشاريب وموجودة بكامل أنواعها. كل شيء موجود لدى كيم كارداشيان، كل شيء. اطلب اطلب، تخيل ماذا تريد. تريد ثوم؟ ها هو الثوم معلق هنا، ثوم. كيم كارداشيان تأكل ثوم. طيب لماذا تريد كيم أن تطمئننا على وضعها الغذائي؟ لأنها منذ يومين نشرت هذه الصورة دعاية لمنتجاتها من الألبسة الداخلية، وكتبت المجموعة القطنية أصبحت الآن متوفرة في الأسواق وأنا أرتدي نموذجا منها. فانتبه المتابعون ليس على الألبسة القطنية بل على الثلاجة، ورأوها فارغة فيها فقط عبوات مياه، فقالوا يا عبو، لديك أربعة أولاد، كيف تطعمينهم إذا كان ليس لديك غير الماء؟ قالت لهم خسا، بيت السبع لا يخلو من العظام. وأرتهم بأم أعينهم الثلاجة التي أريتكم إياها، وكتبت كنت أنظف الثلاجة للتخلص من جميع الأواني البلاستيكية واستبدالها بالزجاجية.